فيكم جميعا. مساء الخير لكل المشاهدين. برنامج واحد بيجمع الفرح، الحماس، التشويق والإبهار، برنامج ستار أكاديمي. هون المشتركين ببلشوا طلاب وبينتهوا نجوم. سهرة جديدة انطلقت وسنة جديدة عم بتقرب. كلنا عنا أمنيات وبلشنا العد العكسي لاستقبالها بطريقة مميزة. أما طلاب الأكاديمية فأمنيتهم وحدة، الفوز باللقب يلي صار كمان على البواب، لقب ستار أكاديمي يلي بيحلم فيه الملايين. وليتحقق حلمهم إليه وليها الليلة بحاجة لتصويتكم، فما تترددوا تخلوا نجمكم يلمع. الأكاديمية حكايتها ما بتخلص، تابعوا معنا العناوين. الاستحقاق الكبير على الأبواب. ما جديد الأكاديمية هذا الأسبوع؟ الطلاب يودعون كنزة. ضيفتان غاليتان على قلب محمد ومينا. هن عم بيطبخوا نحن عم نغني، في أحلى منها؟ أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. غادة غدغد في لقاء حصري مع كلوديا. أنا ممنونتك على المقابلة. قبل ما نختم معك بدي أذكركم إنه كانت مقابلة كتير 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 حلوة وكتير مميزة. بوادر غرام جديدة. اعتراف صريح على الهوا إنه بيحبني. رقص تعبيري وترفيهي. درة تسلم جائزة الأوسكار. مساء الخير. الحفل السنوي لتوزيع جوائز أوسكار درة. تحية لكبار الفنانين في الإيفال. بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب. الأحداث تتسارع داخل الأكاديمية في أسابيعها الأخيرة. تابعونا إلى النهائيات. مساء الخير لمديرة الأكاديمية كلوديا مارشاليان، لعرابين الأكاديمية الأساتذة ياسر رحباني وأميرة عيمة، وأساتذة الأكاديمية بتي توتل ومدام ماري محفوظ. مساء الخير كلوديا. الليلة حلقة الربع نهائيات وعم نقرب من اللقب. أنت عم بتتابعي تفاصيل الطلاب اليومية، قد إيه قلبك عم بدق؟ كثير، قد ما قلبهم عم بدق، وشايفة أنت الناس معنا كيف هن حماس زايد اليوم. نحن هالقد بنحبهم وكثير رح نكون نص زعلانين ونص مبسوطين هالليله شو ما صار، صاروا كثير قليل وخلص. انا بالنسبه لإلي كل اللي باقيين بيستاهلوا انهم يكونوا هون طبعا. نعم، شكرا لك. امير مساء الخير. مساء النور. شفنا بالعناوين امهات الشباب محمد ومينا وصلوا من مصر لعندهم، قد ايه هالامر بيعطيهم معنويات برايك؟ لا اكيد دفعه كبيره جدا. انا لو مكانهم وفي مرحله زي دي، امي جت وانا منعزل على الدنيا كلها، اكيد هيبقى عندي دفعه هد جبال، مش هاخد اللقب يعني. اكيد هستغل الفرصه دي ان انا اشكر امي وابوس ايديها ورجليها والتراب اللي بتمشي عليه، ويا رب يخليها ليا ولابويا ولدعوتهم دايما يا رب. شكرا امير. سهرة الربع نهائيات من ستار أكاديمي انطلقت، ولا تحلى سهرتنا اكثر. بنرحب على مسرحنا بالنجمه مايا دياب. نجمة مايا دياب، نحن فرحانين بوجودك معنا الليلة. أهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. بونسوار. لاف يو. مايا مبروك الأغنية الجديدة. كيف صداها؟ كيف لقيتيها؟ مبسوطة من النتيجة؟ هيدا الجمهور بخليني أعرف كيف صداها، بس الأهم ثانك يو. بتحبوا قاطفين؟ بفتكر بحبوا مايا هن. والأهم إنه هيدي أول مرة بغنيها على مسرح ستار أكاديمي. نحن كثير مبسوطين بوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكي. أكيد مايا راح تطلع علينا مرة ثانية وثالثة كمان. مشاهدينا خليكم معنا لأنه بعد البريك محمد بيطل علينا من داخل السجن. حبيب عايز ياسمينة منين اجيب ياسمينة دول علوا الصورة علينا وحبسوني وحبسوه سوري سوق حبيبي حبسوه سوري سوق حبيبي حبسوه حبيب عايز لولولي منين اجيب لولولي ده حبيب عايز لولولي منين اجيب لولولي دول سرقوا اللولي يا لولي وحبسوني وحبسوه شكرا محمد على هاللوحة الحلوة. الخسارة بهالمرحلة من البرنامج بألف خسارة، فكيف إذا صار للخسارة أوسكار قدمته ضرة؟ هالأسبوع كان بانتظارها حدث مهم واحتفال سنوي بينطروه كتار، حفل توزيع جوائز الأوسكار. لكن أوسكار درة مش أي جائزة، جائزة بتخطف الأنفاس، بتوقف دقات القلب، وبتخلي الطلاب يرشفوا من الخوف، خاصة إنه البرنامج قرب على الاستحقاق الكبير واللقب صار على الباب. Ladies and gentlemen، رحبوا معي بدرة مضيفة حفل جوائز الأوسكار لهذه السنة. درة بكامل أناقتها طلت حاملة أوسكارين لاثنين من الطلاب، وبدأت مثل عادتها تلعب بأعصابهم. مساء الخير. الحفل السنوي لتوزيع جوائز أوسكار درة لهالعام اللي شهد تنافس قوي على الوقوف بدائرة الخطر. قبل ما نبدأ الحفل أنا بدي أشكر عائلتي اللي وقفت حدي ووصلتني لهالنجومية. بدي أشكر إذاعة غادة غدغد اللي بتغطي لي كل أخباري. بدي خص بالشكر الست الوالدة اللي أخذت منها هالجمال والأنوثة. أما المرشحين لنيل أوسكار درة فكانوا أول مرشحة معنا لليلة غادة، المرشح الثاني ليا مخول، المرشح الثالث محمد شاهين، المرشح الرابع إليه، أما المرشح الأخير مينا عطا. ربع النهايات قصة كبيرة، ويا ويله رح يتسلم مني الأوسكار الليلة، رح ينام على وجهه طب ويتقلب من ميلي لميلي. الطلاب منن متفاجئ، منن خيفان، ومنن ناطر يسمع اسمه، ودرة ما كانت توقف هجوم عليهم. قربت ساعة الحسم، قربت درة تعطي الأوسكار، الكل على أعصابه. أكبر جائزة تمثال درة، أطال الله في عمرها، مش حيالله نومينيه بيستحق تمثال درة. الكل بينطر الأوسكار، لكن أوسكار درة الطلاب اتمنوا ما يستلموه بحياتهم. يلا بلا طول سيري ولف ودوران، وبدي أشكر مصفف الشعر والمكياج اللي اهتموا بإطلالتي الليلة. أول أوسكار لدائرة الخطر بيروح ليا. كتير مبسوطة وبستاهل بصراحة، لأنه عملت إيفال كتير كتير بشع. ميرسي للكل وكتير حبيته، وميرسي كلكم، بحبكم كل العالم، ونوميني كلنا نوميني. تاني أوسكار دائرة الخطر بيروح إلي. قلت لكم أنا وصغير بحلم استلم هيك جايزة، جايزة كتير قيمة، وبشكركم وبشكر القيمين على الحفل وعلى رأسهم الست درة العزيزة. الكل حب وعطاء، يعني ست معطاء بتحب تقدم جوائز على الطلع وعلى النازل. خلي لك إياها حبيبتي، بديش إياها. كل حفل أوسكار وأنتوا بخير، واللي ما ربح الليلة ينطر درة الأسبوع الجاي. يلا يا درة. هيدي هي درة، كل أسبوع شكل جديد، والله يساعد الطلاب على أفكارها اللي ما بتخلص. Tu mets les mains tout abîmées, tailler la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Ce je crie son nom quand vient le désarroi, et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. شكرا ليا. الجمهور يلي بحبك وبده اياك تبقي الليله اكيد عم بيصوت لك. مساء الخير مدام ماري. بونسوار هيدا. الطلاب لوصلوا لهالمرحله مش عم بسمع شيء. الطلاب لحظه شوي شباب. الطلاب لوصلوا لهالمرحله يعني اكيد عندهم طاقات كثيره. الليله شو يلي جذبك اكثر شيء بليا؟ قبل ما احكي عن شو جذبني، ليا بنت مثقفه متحضرة، بتروح كتير لبعيد، وهلأ بعدها ببداية الطريق، وغنت كتير حلو. أنا كنت حابة من زمان شوفها عم بتغني لوحدها من دون دانسرز، من دون حدا. برافو ليا. شكراً مدام ماري. باتي، كيف كان أداء ليا الليلة؟ كان رائع أداء ليا، وإن شاء الله غنية إنديلا تكون لها بورت بونور، يعني تجيب لها الحظ مثل ما أول أغنية كمان غنتها بأول برايم. مزبوط. كانت بادرة خير يعني لليا. وأنا كمان كنت الليلة بحاجة شوف ليا واقفة وعم بتغني، وبرهنت إنه هي منا بحاجة، مع إنه بتتملك المسرح بطريقة رائعة، إنه هي حتى إذا وقفت وغنت بس هي بتضل رائعة. شكراً باتي. كلوديا، كيف كانت ليا الليلة؟ غير انه عندها هالقد شعبيه، يعني غير انا بشوف انا مبسوطه اني سمعت ليا واقفه عم بتغني لاول مره. سمعت صوتها من دون ما نشوف الشو اللي عم تعمله، كمان برهنت انه عندها صوت. مبسوطه مره ثانيه لانه نحن بلبنان عندنا هيك بنات صبايا، مش بس مثل ما بيقولوا، عندنا بنات بيستحقوا انه يوقفوا على المسرح ويكونوا بهالرصانه وبهالموهبه الكبيره. شكرا لك كلوديا. ليا الليله عم تتنافس مع صديقه بالاكاديميه إيلي. شكرا إلي. الحبايب مش رح يبعتوا مكتوب، رح يصوتوا الليلة ليراجعوك على الأكاديمية. مساء الخير أستاذ الياس. مساء النور. مين جمهوره أكبر الليلة؟ ما بعرف. لحظة لحظة ما. تفضل. لا هلا اسأليني. إلى أي مدى أداء إلي الليلة بخليك تطمن بالك على إلي بعد الأكاديمية؟ إلي بدي أقول هاي من الأغاني، خاصة إنه غني لك الليلة. نعم نعم، هاي الغنية عمرها فوق ال 45 50 سنة. نعم، كنت بعدني ولد بأول حياتي. نعم، وبدي أقول له إنه هاي من الأغاني الصعبة، طرب الصعب بس مش الطويل. وبقول إنه اليوم هلا أنا فاجأني قدر يغنيها. ان شاء الله يكون حظه مش حظك مثل هلا اللي قبل، هلا حظ اللي بعد نص ساعه ساعه ان شاء الله يكون حلو. ان شاء الله. ميرسي استاذ ريس. امير بدي اسمع رايك بليا وإلي. جمهور النهارده عالمي. ها والعاني الجمهور الليله. ليه انا هكسر القاعده النهارده، مش هحللها، انا عايز اشكرها. من بداية البرنامج بتعمل مجهود رهيب، احنا مقدرينه، تدريبات في وقت قليل، طبلوهات اللي عملتها كنا بنستناها كلنا احنا والجمهور، كانت قد المسؤولية وكانت روح ستار اكاديمي. انا دايما بقول ان انت كنت روح ستار اكاديمي السنة دي واحسنتي كالعادة. إلي غنى اغنية طبعا النهارده لعملاقين العملاق الكبير أستاذ وديع الصافي وكلمات وألحان طبعا الكبير دايما أستاذ الياس رحباني اللي بيشرفنا. أغنية صعبة غناها حلو وغناها كويس، بلوم عليه إن كان في بس موال في الأول معرفش شالوه ليه، أنا عارف إن هو صعب بس أنت قدها ولو كنت قلت كنت هتقوله حلو. وإجمالا غنى بشكل كويس، وبقول الاتنين بصفاتهم لبنانيين انتوا شرفتوا بلدكم وأنا حزين إن حد فيكم هيخرج منها. ولو عطويها كان غناها. خلي يقول للموال. تقول الموال؟ اتفضل. لحظة سمعونا الموال. يا قمر الدار. شكرا لي، شكرا لك، جود لك لك ولليا. ما تنسوا مشاهدينا تكثفوا التصويت لليا وإيليا عبر الأرقام يلي عم تقطع بأسفل الشاشة. بريك صغير ومن بعده غادة عندها موقف وطني. مع هالأغنية الحلوة غادة وجهت رسالة وحدة لكل الشعب العربي للاتحاد حول أوطاننا. الطلاب الأكاديمية ما بيوقفوا يغنوا، لكن هالأسبوع بالامتحان غنوا لنجوم ومطربين بحبون كتير وحبوا يقدموا لهم تحية. فنانين كتار ألهموا الطلاب، تأثروا فيهم وكانوا مثال إلهم بعالم الفن. الطلاب حبوا يقدموا تحية إلهم بالإيفال هالأسبوع ويغنوا أغنياتهم. غادة رجعت على ضيعة الشحرورة صباح ورجعتنا معها للأرض والطبيعة الحلوة. من إديت بياف تعلمت ليا معنى الفن، وتقديراً إلها غنت بالإيفال. أما مينا فرجعنا لأحلى لحظات الرومانسية مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. افرح واملا الدنيا امالي، لا انا ولا انت حنا شتاني. اول مره إلي ما تخيل حاله يترك الاكاديميه من دون ما يغني للسيده فيروز. ليل وحب وسهر هو إلك يا منا عرف قيمة الوطن والحب والانتماء. بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب، عجبا العلي بيعادوا والقلب دايب. أما محمد شاهين فعبر عن تقديره لأسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية. عشاق الليل يا عيني ما بيناموش، عايشين حيارة يا ولدي عايشين سهارة. ما بيناموش يا ولدي يا ولد ما بيناموش، عشاق الليل يا ولدي ما بيناموش. بكل شفافية عبروا الطلاب عن محبتهم وبصوتهم حملوا تقديرهم لفنانين بيكبر فيهم الوطن العربي. هيدا هو ستار أكاديمي، بيربط الماضي بالحاضر وبيساعد الطلاب ليفتحوا نافذة على المستقبل. والجمهور كمان حصته كبيرة لأنه أسبوعياً على مسرحنا نجومكم المفضلين بيزينوا سهرتنا. خلونا نرحب من مصر بالنجم حكيم. صبرنا عليه، نتسامح، نتعاد، نتخاص، نتحاسب، نتنازل، مش عاك، طب نعمل ايه؟ هلا بحكيم بستار أكاديمي، أهلا وسهلا فيك، تفضل. ولعت المسرح. ربنا يخليك ربنا يخليك. هو جمهور زي الفل، معروف الجمهور اللبناني جميل، واللجنة الجميلة اللي معانا، وانتي انت اللي مولعين الدنيا ومنورين الدنيا. حكيم، المنافسة صارت كتير قوية. شو لازم يعملوا برأيك الطلاب لحتى يميزوا حالهم؟ هو أنا شايف إن مينا ومحمد والمجموعة كلها واللي أنا عملت معاهم بروفة امبارح، نعم، الطلبة مجتهدين، وغير ما بدأوا في الأول، لا في تقدم، نعم، في تقدم ملحوظ وباين جامد قوي. وأنا بقول لهم إن مينا يركز في المنطقة اللي هي الرومانسية، اللي هي بيحبوها الشباب دلوقتي، اللي هي الحاجة اللذيذة الجميلة. وبقول لمحمد كمان يركز في الشعبي، لأن هو صوت واعد في الشعبي، وإن شاء الله إحنا مستنيينه على الساحة، لأن الساحة محتاجة أصوات زي محمد شاهين. ناطرينه بمصر يعني، مستنيينه بكل الدنيا إن شاء الله. بكل الدنيا إن شاء الله. من جديد بنقول لك أهلا وسهلا فيك، ورح نسمع منك المزيد من الأغنيات. أهلا وسهلا مشاهدينا، بريك صغير وبعده إيلي بياخدنا لسحر روسيا. واو شو هاللوحة الحلوة. شكرا لإيلي وثانك يو فيري ماتش دانسرز، يو ار اميزنج، ثانك يو. خلينا نتابع سوا سهرتنا هلا مشاهدينا ونشوف نحن وياكم هالتقرير. ستار أكاديمي نجمة بكل المواسم بتشع أناقة وإيجابية، نجمة بتحمل تحية البداية وأمنيات النهاية. مساء الخير لأحلى جمهور وأحلى مشاهدين مساء ستار أكاديمي. الشباب طلوا وغنوا والضحكة ما فارقت وجهن، وبكل ثقة عم بيقربوا أكثر وأكثر من هدفهم لقب ستار أكاديمي. والليلة بنوعدكم ببرايم مليان حماس واللي رح يخلي السهرة تولع الليلة. أهلا وسهلا فيكم. هيلدا خليفة اللي بينطر الجمهور طلتها بكل برايمات. ستار أكاديمي لوحات مبتكرة أسبوع ورا أسبوع، مع هيك حماس كيف ما بدها تكون سهرتنا أحلى سهرة. هيلدا حيوية وضحكتها بتسبقها، بروحها الحلوة بتزين الأكاديمية. وهضامة هيلدا مش بس على الشاشة وبالكواليس كمان. هلو كل عجقة من تزعق بس. تحية لك، لك هالانترو بدي أقشر بإيدي لأنه الكم حلو ستيل هيك. صوته للطلاب اللون ما بدي أقول دائرة الخطر. بعد ما أعلنتهم ضدرة لا 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 يلي قتلولي ما غلبطت عن جد. بتطلع مني انستغرام، ها في حدا قال لي هيك خشكاف شيلهم هون. مواسم بتروح ومواسم بتجي، بكل موسم هيلدا خليفة بتخلي المسرح يلمع. بدي اقول ثانك يو قبل ما نكمل لحظه، بدي اقول ثانك يو لفريق العمل وثانك يو لكم، ثانك يو قهوجي، ثانك يو لارا، ايفرون، ثانك يو نادين. منتابع نحن وياكم سهرتنا مشاهدينا مع النجمه مايا دياب وبتغني مع غادة. واقفين لي كتير وتروح لفين انت مسكين، عينك تيجي كده شكرا غادة وشكرا لنجمتنا مايا دياب، انتم كنتوا شربات الليله على المسرح. شكرا لكم. بريك صغير مشاهدينا وبعده ليا بتاخذنا لاجواء ماليفيسنت. الريحة الحلوة وسط هالديكور الجميل يلي بدنا نشكر عليه المهندسة ماريس داهر يلي رافقتنا كل هالموسم. مشاهدينا ستار اكاديمي ما بيكمل من دونكم عبر ومشاركتكم معنا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت دايما تعطي الطلاب وفريق العمل الحافز والمعنويات العالية والأرقام بتحكي. بستار اكاديمي هالموسم الأرقام بتحكي. التفاعل بيننا وبين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي محطة مهمة لازم نتوقف عندها. انتوا تابعتوا أخبار ستار اكاديمي عبر كل المواقع، رافقتوا طلاب بكل نشاطاتهم، وأرسلتوا رسائل وتغريدات لطلابكم المفضلين. وفريق عمل كان جاهز ليتواصل معكم على مدار الساعة. للحظة إعداد هالتقرير حقق ستار أكاديمي على فيسبوك أكثر من 4,600,000، أما على تويتر فبيغرد لنا أكثر من 320,000 متابع. ستار أكاديمي على يوتيوب إنجاز جديد، وصل لأكثر من 200,000 مشترك بالقناة الخاصة فينا. أما عدد مشاهدات البرنامج لهالموسم على يوتيوب لحد إعداد هالتقرير تخطت 206 ملايين. ومن يوتيوب تهنئة لستار أكاديمي لتخطي هالأرقام بسرعة كبيرة. أما على إنستغرام فأكثر من 200,000 متابع بيشاهدوا الصور الحصرية وبيتفاعلوا معها. وهيدا مش كل شيء، ستار أكاديمي كمان على كيك والجمهور أرسل فيديوهات وأسئلة للطلاب، ووصل عدد المتابعين لأكثر من 23,000. أما على جوجل بلس فتابعنا حوالي 650,000 مشترك، وصل عدد اللي شاهدوا الأخبار الحصرية والفيديوهات اللي منثبتها إلى أكثر من 14,260,000. ستار أكاديمي ما ترك ولا وسيلة إلا وما تواصل فيها مع الجمهور. ملايين المتابعين والمتصفحين زاروا قريوا وتابعوا أخبار الطلاب الجديدة واللي فاتتهم. من ستار أكاديمي شكراً على محبتكم ودعمكم وتواصلكم معنا، ومنوعدكم نرد هالمحبة بمحبة أكبر. من جدد شكرنا لكم، وخليكم دايما على تواصل معنا عبر فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، واكيد عبر www.staracademia.com. اما هلا من جديد بنور مسرحنا النجم حكيم وبيشاركوا الغناء محمد. أداه. شكرا لمحمد وشكرا لضيفنا نجم حكيم. السهرة بعدها مستمرة والتصوير كمان، فما تترددوا وتخلوا نجمكم يلمع. بريك ونرجع. السهرة ال14 من ستار أكاديمي بالتابع، وبنرجع مع مينا ومحمد لأجمل أغنيات كارم محمود. عيني بترف يا حبة عيني ياللي سرقت النوم من عيني، عيني بترف يا حبة عيني ياللي سرقت النوم من عيني، خير إن شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني عالنبي يا الخدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني شاهد كناين وورده مسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد كناين وورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقال أمورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصده الحليوة إيه قصده الحليوة. شكرا يا مينا ومحمد. أمير كل مرة بنسمع رأيك بالشباب وقت اللي بيكونوا نومينيز، هلا بدي أسألك كيف لقيت هالشبان اللي عم بيمثلوا مصر بستار أكاديمي؟ مينا فنان حقيقي، يعني كل حاجة فيه مزيكا، ويمكن هو مينا في الكام مرة اللي غلط في الغنى كان بيعترف، ما كانش بيكابر معانا وطور نفسه وهايل. شاهين لو قعدت اتكلم هاخد وقت، فهحاول اقول بسرعه ان شاهين ملامحه شبه الارض اللي جاي منها، خفه دمه، فنان غريب يعني. وانا بشوف ان شاهين هيبقى ليه مستقبل كبير جدا وهيبقى من نجوم الصف الاول، ده كلام انا هسعى ليه ومسؤول عنه ان شاء الله. شكرا لك أمير. مشاهدينا بعده التصوير مستمر، وإلي وليا متكلين على دعمكم الليلة حتى واحد منهم يرجع على الأكاديمية. أما هلأ فمن جديد بنرحب بالنجمة مايا دياب على مسرح ستار أكاديمي وبتشاركها الغناء غادة. شكرا لك غادة. والله يا مايا نحن نيلنا فيك الليله. ميرسي ميرسي، انبسطنا كثير بوجودك معنا وبنتمنى لك من هلا سنه حلوه ومليانه كلها نجاحات لنا ولكم. شو بتحبي تتمني للطلاب؟ اكيد الحظ، اكيد برافو انه وصلوا لهون، كل اللي بحبوه قدروا يعملوه بهيدا الباشن انهم يقدموا على ستار اكاديمي ويوقفوا على هيدا المسرح، وهول الناس كلهم يحبون ونحن نحبهم ونشجعهم، واكيد بدي اقول ثانك يو لجوري بتاخذ العقل، بتشجعهم، بتدعمهم وبتنتبه عليهم. ثانك يو. شكرا لحضورك معنا مايا دياب. مشاهدينا التصويت توقف، بعد البريك بنعرف مين رح يرجع على الأكاديمية من بين إيلي ولايا. خليكن معنا. ستار أكاديمي بيتابع وعلى المسرح بينور مرة جديدة النجم حكيم. الليلة وعلى الأجواء الحلوة يلي أضفتها لسهرتنا، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. أمنيتك للطلاب قبل ما نودعك؟ أنا بتمنى يكونوا أحلى نجوم في العالم العربي، لأن فعلا في عندكم مواهب تستاهل، وفي عندكم نجوم لبكرة فعلا، إحنا في انتظارها وإحنا مستنيينها. نحن مبسوطين كثير بوجودك معنا، شكرا لك. ضيف سهرة الليلة النجم حكيم، أهلا وسهلا فيك. وصلت لحظة الحسم مشاهدينا، بطلب من إيلي وليا يتفضلوا لعندي، تفضلوا. المشاهدين على أعصابهم، نحن على أعصابنا، وما في لزوم خبركم كيف حالة إيلي وليا بهاللحظات. دقة قلبهم مسموعة، أما مشاعرهم فأكيد متضاربة، لأنهم أصدقاء كتير وبيتمنوا النجاح أكيد لبعضهم، لكن كمان بيتمنوا النجاح لحالهم. ليا ما رح تكون زعلانة إذا إيلي بقي والعكس كمان، لكن كل واحد منهم بيتمنى أنه يتابع رحلة ستار أكاديمي بالمحطات الأخيرة، وقبل أيام من انتهاء البرنامج، وقبل أسابيع قليلة من الفوز باللقب. مين من بين إيلي وليا رح ينتقل لمرحلة النصف نهائيات؟ بعد شوي رح نعرف. إيلي وليا تركوا على هالمسرح مشاهدينا ذكريات حلوة كتير، والكل شاهد على هالشي، وهيدا أكبر ربح إلهم. أكيد في جمهور كبير صوت لليا، وأكيد كمان إنه جمهور كتير كبير صوت لإيلي، يعني النتيجة مش مضمونة. أنتم مشاهدين الليلة كنتوا الحكم، أنتوا ببيوتكم قررتوا وصوتوا وساعدتوا واحد منهم. يلي بقدر إلكن يا إيلي ويا ليا إنه اثنيناتكم بتستاهلوا الربح وبتستاهلوا النجاح. لو شو ما صار، انتم كسبتوا محبة الناس ومحبة كل فريق العمل والأساتذة، كرمال هيك وصولكم لهالمرحلة من البرنامج هو ربح بحد ذاته. على كل حال مشاهدينا، الجمهور قال كلمته الليلة، والنتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. مين رح نودع من لبنان الليلة، ليا أو إيلي؟ النتيجة رح تبين على الشاشة بين لحظة والتانية. جود لك لإلكم اثنيناتكم. مين رح يكمل معنا المشوار للنهائيات، إيلي أم ليا؟ اثنيناتكم ربحانين بمجرد وصولكم لهالمرحلة بالبرنامج. You did a great job. اثنيناتكم أكيد بتستاهلوا تبقوا، بس مضطرين نودع واحد منكم الليلة. الجمهور والعان هون بستار أكاديمي مشاهدينا، وأكيد أنتم ببيوتكم على أعصابكم. مين خلصتوا ولمين صوتوا أكثر؟ رح منشوف النتيجة، النتيجة رح تطلع على الشاشة، ومنقول مبروك لليا من لبنان وإيلي. بيخلص مشواره هون بستار أكاديمي، كان مشواره لإيلي مكلل بالنجاح كمان، وقدم قصص ولوحات وأغاني كتير حلوة على هالمسرح، وعنده أكيد ذكريات حلوة كتير. مبروك إذن لليا، وهيك بنودع إيلي مشاهدينا، وبتمنى تكونوا مضيتوا معنا برايم ممتع. ما تنسوا تلاقوني بكره مع آخر أخبار الطلاب، تصبحوا على ألف خير.